انطلاقا من منهجية وزارة الداخلية في تعزيز الشراكة المجتمعية والتواصل المستمر مع المواطنين والمقيمين وكافة الفعاليات والأطياف، التقى الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم مع نخبة من أبناء الوطن ضمت أصحاب الفضيلة علماء الدين وأعضاء من مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين ورؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى جمع من رجال الأعمال والمحامين وأصحاب المجالس والوجهاء ورؤساء عدد من جمعيات المجتمع المدني والمراكز الشبابية بحضور سعادة اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام ومحافظي المحافظات. وقد عبر معالي الوزير في مستهل اللقاء عن شكره وتقديره لكافة الحضور وحرصهم على التواصل في كل ما من شأنه حماية الصف الوطني وتعزيز السلم الأهلي. وخلال اللقاء ألقى معالي وزير الداخلية كلمة. سوف أبدأ بالحديث عن التدخلات الإيرانية في الشأن الأمني الداخلي البحريني وما تعرضنا له من أخطار كبيرة من تلك التدخلات، والتي على كل حال أصبحت أساليبها مكشوفة ومعلنة ومتكررة في بلدان ومناطق مختلفة من العالم، وبالأخص تلك البلدان العربية التي فتحت أبوابها للتعاون والتفاهم مع إيران، وإن وجود أي عناصر من القوات الإيرانية على أراضي تلك الدول لا أعتقد بأنه دفاعاً عن عروبتها، بل هو من منطلق حرصها على مصالحها وتحقيقاً لأطماعها الفارسية، وإننا لا نوجه أصابع الاتهام لأحد دون وجود الأدلة الدامغة على ذلك، وإني أركز في حديثي على أهم التدخلات الإيرانية فقط في الفترة منذ عام 2011، فقد حاولت إيران أن تستغل أي تواجد يتبع لها في مملكة البحرين سواء كان سياسي أو اقتصادي أو حتى اجتماعي من أجل تنفيذ أغراضها التوسعية، والتي تراوحت أهدافها بين استهداف أمن الوطن واستقراره باستخدام الأسلحة والمتفجرات والعمل على زعزعة النظام والإضرار بالمصالح الاقتصادية والتأثير على مسيرة التنمية. فهناك تأسيس لجماعات إرهابية في البحرين تم تدريبها في إيران والعراق وسوريا، وارتباطها بالحرس الثوري وحزب الله الإرهابي، وفوق ذلك تقديم الدعم المالي والإسناد بالأسلحة والمتفجرات خلال عمليات التهريب، وهذا يشمل التدريب على التصنيع وتخزين المتفجرات وما نتج عن ذلك من أعمال إرهابية وما كان منها موجه ضد رجال الأمن، حيث بلغت تضحيات شهداء الواجب 17 شهيد وآلاف المصابين، وطبعا ما ترتب على ذلك من عمليات قبض أدت إلى محاكمة من تم تشجيعهم وإغرائهم وتورطوا في تلك العمليات الغادرة. والأمر الآخر هو ضرب الوحدة الوطنية من خلال تكريس التطرف المذهبي بقصد تحقيق الفتنة الطائفية بين المواطنين السنة والشيعة، ولم يسلم من ذلك شيعة البحرين بعد أن فرضت عليهم ولاية الفقيه، وهو موضوع لا تجتمع عليه المراجع الشيعية. وبشكل عام فقد تم إغواء من رخصت وطنيتهم وتم تشجيعهم ضد مصلحة بلدهم، وهذا ما يعرف بالخيانة الوطنية، إضافة إلى محاولة إفشال نهج الإصلاح السياسي في مملكة البحرين.
الذي يقوده جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، من خلال إحراف الانفتاح السياسي وإفراغه من نهجه الوطني إلى نهج طائفي، وتأسيس ولاءات سياسية لإيران تتمكن من خلالها تحقيق الغالبية النيابية الموالية لها، كما هو الحال في عدد من الدول العربية. وقد أعلنت إيران بكل أنجهية بأنها تسيطر فعلاً على 4 عواصم عربية دون وضع أي اعتبار لأي كيان عربي. إن المعلومات التفصيلية والأدلة المادية والنتائج المختبرية للتدخلات الإيرانية في البحرين أكبر من أن تكون معلومات للصحافة والإعلام، إنها تمثل تقريراً مهنياً وقانونياً يبين حجم ومدى خطورة التدخلات الإيرانية في الأمن الداخلي البحري، والأمر يتطلب استكمال إجراءاتنا اللازمة بهذا الخصوص. والسؤال حول من انضووا تحت العباءة الإيرانية أو من ارتموا في أروقة السفارات للتنظير في شأن سياستنا الوطنية وأمورنا السيادية، هل يمكن أن يكونوا شركاء في الحياة الديمقراطية والإصلاح السياسي؟ وهل يمكن أن يكونوا مشرعين وقضاة؟ هل هم جديرون بتولي مناصب مفصلية في الدولة؟ أو أن يتم قبولهم في السلك العسكري أو الأمني؟ أيها الإخوة والأخوات، إن هؤلاء لم يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية، ولا يمكن أن يكونوا شركاء في بناء مستقبل الوطن. إن الأحق بذلك هم الشخصيات الوطنية التي تضع مصلحة البحرين فوق كل اعتبار بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والذين يحترمون الإرادة الشعبية وقوانين المملكة ودستورها. والحمد لله، الوطن بخير والمخلصون موجودون وهم الفائزون بإذن الله. كان خطاب يعني جدا مؤثر وجدا قوي في كثير من الأمور اللي تطرق بها الوزير، اللي الأمور الأمنية. وإن شاء الله طبعا مثل ما تفضل سعادة الوزير في خطة استراتيجية أمنية ستردع كثير من تسول له نفسه في الإضرار بأمن البحرين وأمن الخليج العربي. إن الوحدة الوطنية جوا البحرين، وإن كل الأديان وكل المذاهب وكل الأطياف في البحرين، إحنا سور نار حوالين البحرين. هذا السور النار يمنع أي سهام ملتهبة وأي سهام مسمومة ضد البحرين وتوجه ضد البحرين. والنهاردة إحنا ممنونين جداً إنه إحنا عايشين في سلام في أمان. ورسالة معالي وزير الداخلية اليوم إنه تطمين، بيطمن كل شخص في البحرين إنه إحنا في البحرين عندنا من أعظم وأكفأ أجهزة الأمن والداخلية اللي بتدينا الأمن والأمان. وزير الداخلية حفظه الله ورعاه ألمح إلى أهمية تلاحم الشعب وحول القيادة، وأن إحنا يجب أن تكون لنا رؤية واضحة. ألمح أن القانون سوف يطال الجميع، ليس هناك أي شخص لا يطاله القانون، القانون يشمل الجميع، وأن هناك الأمن مستتب، وأن الدولة مستعدة لكل طارئ، وأن القيادات الأمنية في ظل قيادة جلالة الملك بخير الحمد لله. ونشكر الله أنه القيادي هون الرشيدي من جلالة الملك وكل الجتابين له وكل الحكومة فهموا كل هالمخطط وماشيين بالطريق الصحيح.